كل سنة وانت طيبة الأول وحضرتك طيبة، عيد دكتورة، سعيد وعيد علينا الفطر كلنا يا مبارك. رب. إن يا شاء رب الله إن يا شاء رب. الله. مبدئيا عايزين نعرف، أنا كأم وعندي مراهق ابن، في فترة المراهقة بتقابلنا مشاكل كتير جدا، تمام. فأنا عايزة أعرف إزاي أساعد ابني، إن أنا إزاي أصاحبه، إزاي أسمع له، إزاي أحتويه علشان نقدر نعدي المرحلة دي بسهولة. مبدئيا كده هو اختيار الموضوع اصلا بتاع المراهقه ده اختيار يعني بالنسبه لي شيق جدا. انا بسمي مرحله المراهقه هي مرحله البعبع تقريبا بالنسبه للاهالي، للأهالي صح. لان هي بتبقى مرحله الاهالي بيبقوا متوترين وعندنا مراهق ودايما في عصبيه وتوتر في البيت وعايزينه يسمع الكلام، وهو بيقابل ده بالرفض والعند والتعدي على المبادئ وكسر القواعد. يعني بحس ان المراهق دايما هو شايف المحور الحياة كلها، هو صح. بس الاساس في الحياة والناس كلها المفروض تسمع كلامه. فطبعا انا هاخد من كلام العطاء وهاخد من الفيديو بتاع الام ان فعلا مع الضغوطات الكتير جدا ان الام يعني بتتعرض ليها والمسؤوليه الكبيره اللي بقت عليها، خصوصا كمان لو ام عامله وبتشتغل، بيبقى صعب قوي ان هي ترجع تركز في البيت قوي على ولادها وعلى يعني تربيتهم. فكمان بقى مع سن المراهقه بيحصل ان الام، ربنا يهدي ابني، والله انا نفسي ابني يبقى انسان كويس. طيب خلينا نقول النهارده بقى المفاتيح فعلا اللي تخلي الام ازاي يعني تساعد ابنها وتريح نفسها لو عملت خطوات بسيطه علشان تقدر تتعامل مع المراهق ده. كتير قوي شفتي قبل كده مراهقين، شفتي بيعملوا ايه في اهاليهم، يعني هم محتاجين ايه، هو كمراهق محتاج ايه. هو كمراهق محتاج ان هو يتسمع، يعني حد يسمعه، حد يقول يعني ما هو يجي يتكلم انا معترض عن حاجة، مش يواجه دايما، مش تلاقي دايما الرد لا مش هنخليك تعمل كده، طب انت هتبقى انسان مش عارفة كذا، مقاييس مجتمعية يعني، لو انت عملت الفعل الفلاني، ارجع بدري عشان الناس، اعمل عشان الناس. فهو دايما حاسس ان في قيود وتحديات قدامه، فهو عايز يكسر كل ده. انا عايزة اتسمع، عايز حد يسمعني، يحس بيا، يفهمني. انا كبرت، انا كبرت يا ماما وكبرت يا بابا، وما بقتش الطفل الصغير اللي انتوا كنتوا بتقولوا له كل حاجه وبتاكلوا في بقه وبتعملوا. فكره ان انا ارجع كأم وأب بذاكرتي ورا واشوف انا نفسي وانا مراهق كنت محتاج ايه، كنت محتاج حد يسمعني، محتاج حد يهتم بيا، محتاج حب. صح، الحب على فكرة مش الحب اللي هو نقعد ندادي في أولادنا، ده حاجة بتضايقهم، بتحسسهم ان هما لسه بيبي صغيرة. فالمراهق مش عايز كده، عايز حب من نوع تاني، من نوع الاهتمام، التقدير، ان احنا نسمعه، نحس بيه. طب نصاحبه. نصاحبه طبعا، ان انا اصاحب ابني او بنتي دي اهم خطوة، مش هفضل اراقبها، لا ما راقبهاش، عشان المراقبة والتدخل في الشؤون الزيادة للمراهق ده بيقلب معانا نتيجة عكسية جدا، بيقلب معانا بعند وتكبر وردود انفعالية شديدة جدا وحادة، وكذب ويكذب. او يكذب علشان خايف ان هو يبان صورته وحشة قدام امه او قدام اصحابه او قدام العيلة. حاجة كمان برضو مهمة جدا، ان احنا نكتم اصلا اسراره. يعني انا لما اصاحبه ما بقاش بس يعني انا هقول يا حبيبي بس انت عايز ايه، وبعد كده بقى هروح اقول للناس كلها انت على اللي انت عملته. يعني ماما انا جربت مثلا السجاير مثلا، حاجه دي حاجه كبيره جدا جدا جدا، ما ينفعش ان انا يعني خطوه التدخين دي لازم يبقى فيها توعيه شديده جدا للاهالي ان هم يخلوا بالهم من ولادهم فيه. فلا خطوه السجاير دي يعني اسمعه، طب انت جربت ليه؟ طب انت شايف انك حسيت ايه بعد ما عملت؟ مع انه موقف كبير جدا، بس رد فعلي انا مع المراهق هيحسسه قد ايه ان الفعل اللي هو عمله ده انا احتويتك فيه مهما كان فعل كبير جدا. يعني هو في الفترة دي بتكون يعني حاسس ان هو بيبقى عايز ان هو يستقل، يبقى شخص مستقل بذاته، فبيبدا ان هو زي ما قلتي الرفض، الرفض في كل شيء، والرفض ان انا لا انا بقيت راجل، انا عايز استقل بنفسي، انا عايز، فبيبدا بقى تحصل هنا بيبني حاجز من الجليد بينه وبين اسرته. بالظبط، فالجليد ده بقى احنا عايزين نسيح الجليد ده. هنسيح الجليد ده زي ما احنا قلنا كده بالحب والاهتمام، والاهتمام الحقيقي. يعني انا مثلا عايزه اقرب من واحده صاحبتي، انا بعمل ايه؟
بسال عليها بطمن عليها، مش ما ينفعش مره واحده ادخل في خصوصياتها. صح ولا غلط؟ تدريجيا نتدخل تدريجيا بالظبط، علشان المراهق ما يحسش ان انا متطفل عليه، هو صح. بيبقى عايز يهرب من القفص اللي انا حاطاه فيه ده. فخلينا نقول كده النقاط تاني يعني اللي احنا اتكلمنا فيها. اول حاجه طبعا انا اسمعه، افهمه، احتويه مهما كان يعني حجم الكارثه او الفعل الكبير اللي هو عمله. زي مثلا بقول موضوع التدخين ده موضوع كبير جدا جدا وسيء، وهيضر صحته وهيضر حياته ومادياته وكل حاجه. هبدا ان انا اقول له ايه يعني، طب انت استفدت ايه، طب تعالى نتكلم مع بعض، طب انت كويس ان انت جيت قلت لي، انا مبسوطه ان انت جيت قلت لي، انا نفسي نبقى اصحاب. استغل خطوه صراحته في ان انا اجذبه ليا واحببه فيا اكتر كأم او كأب. يعني انا شايفه كمان فرصه لحريه التعبير والراي، مساحه لكده انه يعبر عن رايه من غير اي من غير ضغط، من غير ان انا لازم ابقى ملتزمه براي الناس فيا او براي اصحابي وعيلتي. لا، انا احس ان انا بتعامل مع المراهق ككيان، وهو مع الوقت مع طول ما انا بتعامل معاه وطول ما انا ماشيه بطرق صحيحه وتربيه صحيحه معاه، وما باخدش قرارات اللي هو لا 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 دي بتقلب. يعني نفسي الامهات بلاش استعمل كلمه لا مع المراهقين بالذات. يعني انا شايفه لحد 7 سنين مسموح ان انا اقول للطفل لا على حاجه، لان هو لازم يفرق ما بين الغلط والصح. لكن بعد كده لا، ما ينفعش انا اللي بقول لا 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 فعلا. يعني هم بيقلبوا بعند، ولازم نوجههم توجيه يعني صحيح. وشده طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها في تعديل سلوك الاطفال حتى، ان احنا يعني بنحتويهم بنسمعهم. بيقول لنا مثلا عندهم مشكله الكذب، طب احنا بنكذب، ماما مثلا بتقول كده، طب احنا بنعمل كده ليه؟ بلاقي اسباب ان ان ماما رفضها للحاجات اللي انا بطلبها، ده اهم سبب يخليني اهرب منها. لما بنتصاحب ونبدا نقول ان السلوك ده احنا عايزين نبطله بقى، ونحط مكانه سلوك تاني حلو، عايزين نبدل السلوك ده بحاجه حلوه. فخلينا نصاحب ماما، نسالها، لو لقيناها اتنرفزت نقول لها لا احنا هنرجع مثلا للمرشد او الشخص اللي ارشدني، ان انا ايه هشتكي له مثلا، هقول له يبقى في حد هو الحكيم ما بين العلاقه ما بين الام والطفل، لحد بعد كده ما هم هيكملوا حياتهم بطريقه صحيحه وكويسه وعلى علاقه كويسه مع بعض يعني.